يا اهلا بحضراتكم مرة اخرى، يشرفني وينورني في هذه الفقرة واحد من اهم المدربين اللي مروا على كرة القدم في العالم، درب العديد من الاندية الكبيرة ابرزهم طبعا ريال مدريد وتشيلسي اندهوفن فالنسيا، واكيد اكيد ابرز المراحل كانت مع المنتخب الهولندي. معايا عبر زوم الان في لقاء مهم جدا جوس هيدينك المدير الفني السابق لمنتخب هولندا وفرق ريال مدريد وتشيلسي وفرق اخرى. يا فندم مشرفني ومنورني، سعيد جدا بتواجدك معايا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. شكرا جزيلا لك. انا اتشرف لتواجدي معك اليوم يا كريم. حين نشرنا التنويه الخاص بلقائنا اليوم معك، عدد كبير من الجماهير المصريه كانت سعيده وفرحانه ومبسوطه انها تشوف جوس هيدينك مره اخرى بعد بعد كبير جدا عن الملاعب الفتره الماضيه. انا سعيد لسماع ذلك، انا سعيد لسماع ذلك منك، شكرا جزيلا لكم. بدايه بالتاكيد اتكلم معاك على بطوله اليورو، كلنا نتابع الان بطوله اليورو وهي تنطلق، كيف تنظر لهذه المسابقة هذا العام والمنافسة على هذه المسابقة؟ وبالتأكيد كمان هسألك عن حظوظ المنتخب الهولندي فيها. نعم. أنا سعيد جدا لأن البطولة ستبدأ لأن البطولة تبدأ هذا الشهر. أنا متحمس كثيرا بسبب ما رأيناه في الافتتاح، وأستطيع أن أقول أن حظوظ منتخب هولندا قوية جدا لأن منتخب ألمانيا على أتم الاستعداد ومنتخبات الكبيرة في هذه البطولة. نحن في انتظار هؤلاء اللاعبين الكبار، أتمنى أن نفوز بها، ولكن هذا إذا حدثت معجزة. ولكن سؤالك مهم، أنا أتمنى بلغ توفيق لمنتخب هولندا. لا أستطيع أن أقول أن المنتخب المفضل لي ربما هناك فرنسا ستفوز بالبطولة، ربما هناك ألمانيا، ربما هناك إسبانيا، ولكن هناك حصان أسود في البطولة. رأينا في النسخ الماضية منتخبات جيدة كثيرة، ولكن في هولندا نتمنى أن نكون الحصان الأسود في هذه النسخة. نتمنى التوفيق لمنتخب هولندا، ولكن الأمر صعب جداً.